انضم لنا في الاستوديو الدكتور عمار علي حسن الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي. اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور عمار. وايضا معنا اللواء اسامه الطويل الخبير الامني ومساعد وزير الداخليه ومدير امن السويس الاسبق. اهلا بحضرتك يا فندم. هبدا بحضرتك دكتور عمار. الحادث الغاشم في صباح هذا اليوم في مدينه نصر ده يعني بيضع مصر في أنهي نقطة في طريق مواجهتها للإرهاب؟ هل دخلت في مرحلة أكثر خطورة؟ لا، مصر كدولة وسلطة سياسية ومؤسسات تعودت هذه الموجات الإرهابية التي تتجدد بين حين وآخر. موجة إرهابية في الأربعينيات ولم تسقط نظاما ولم تسقط دولة. موجة إرهابية في الخمسينات والستينات فعلت الأمر نفسه. حين استعادهم السادات في السبعينات بدأت موجة إرهابية ثالثة من عام 1986 تحديدا، وازداد أوارها عام 88 وانتهت سنة 97 بالمراجعات الشهيرة. ومن ثم نحن أمام موجة إرهابية جديدة لا يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء ولا تسقط الدولة، لكنها من الممكن أن تنهك الدولة، وهذا هو تشغل الدولة. نعم. لكن هي على قدر ما هي قد يظن من يرتكب هذه العمليات الإرهابية أنهم يحققون مكاسب، إلا أنهم يخسرون خسرانا كبيرا. ينتقلون مرة أخرى من حضن العملية السياسية وغطائها الدافئ إلى شتاء الإرهاب والنبذ الاجتماعي والاستهجان، ويزداد الجدار بين هذه الجماعات وبين المجتمع سمكا وارتفاعا وقسوة، ويبدأوا كل ما حققوه من مكاسب بمقتضى ثورة 25 يناير من الحصول على الشرعية وتنظيمات قانونية موجودة سواء في شكل أحزاب أو جمعيات وأيضا تعاطف شعبي، كل هذا يخسرونه تباعا. نهاية مطافهم يا دكتور عمار. لكن أنا أقول لك ما حدث بالنسبة لي ليس يعني مستغربا. أنا كتبت مقالا منذ شهر عن خيارات الإخوان. أمامهم ثلاثة خيارات. الخيار الأول هو خيار للأمام، وهو مراجعة الأفكار والأدوار بمعنى إعادة هيكلة الجماعة وإبداء الاعتذار للشعب المصري، وقلت أنهم لن يسلكوا هذا الخيار رغم أنه الأفضل بالنسبة لهم. الخيار الثاني هو الدخول في مواجهة مفتوحة مع المجتمع والدولة، وهذا الخيار هم سلكوه بالفعل، لكن ليس بوسعه أن يحقق لهم شيئا لأنهم أضعف مهما كانت إمكاناتهم من أن يواجهوا الدولة والمجتمع معا في هذه اللحظة الفارقة. ومن ثم سيلجؤون إلى الخيار العلني، وده اللي حصل النهاردة، وهو محاولة تعويم الجماعة مع القوى السياسية في العلن جزء منها، والباقي الجزء الأكبر الغاطس يتعاون مع التنظيمات الإرهابية. وقلت أن بعض هذه الخلايا ستقوم بعمليات إرهابية وستقوم جماعة الإخوان بإدانتها. واستشهدت والعهدة على الراوي المهندس نبيل أحد قادة الجهاد في السبعينات والثمانينات، عن استشهدته بقوله أن الإخوان أو أحد الإخوان كان يأتي من أوروبا إلى أفغانستان ويمول بعض عناصر الجماعة الإسلامية والجهاد المصري للقيام بعمليات ضد الدولة في تسعينيات القرن الماضي من أجل إنهاك النظام، وكان بالتوازي مع ذلك تقوم جماعة الإخوان بإصدار بيانات تدين فيها هذه العمليات وتقدم نفسها للمجتمع وللسلطة باعتبارها قوة معتدلة يمكن الاعتماد عليها. هذا التكتيك يبدو أنه الذي سيتبع الآن. أنت عندك الجماعة الإسلامية طلعت بيان تدين، الإخوان طلعوا بيان يدين، وكل الجماعات ستخرج بيانات تدين، ونحن سنسألهم في فعل بيانات خرجت تدين. جميعكم تبكون، فمن سرق المصحف؟ المقولة الشهيرة في تراثنا العربي. إني طيب، من الذي ارتكب هذه العملية إذا كانت هذه الإدانات؟ في النهاية جماعة الإخوان شاءت أم أبت هي توفر الآن، إن لم تأخذ موقفا حاسما في هذه اللحظة، هي توفر غطاء سياسيا لكل عمليات العنف من هذه المحاولة إلى كل المحاولات التي ستأتي لاحقا.
واللي بعضها سينال رموز داخل الدولة وقد ينال بعض المعارضين من الكتاب والإعلاميين على غرار ما جرى في التسعينيات وآخر الثمانينات، وقد ينال بعض مؤسسات الدولة، والهدف منه إظهار مصر أنها دولة في حالة اضطراب. الأمر الذي سينعكس على الاستثمار، ينعكس على السياحة، ينعكس على قدرات الاقتصاد. لكن هذه إذا كان يعني الانتقام هو الثمن أو الانتقام هو النتيجة أو الثمرة التي تريد هذه الجماعات أن ترتكبها، فأنا أتصور أن هذا الكلام ينطبق عليه قول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. لأن هو يخسر أيضا خسرانا استراتيجيا عاليا في مثل هذه العمليات الإرهابية، ويعود مرة أخرى كل الغطاء السياسي والشرعي والحديث عن العلنية والسلمية التي اكتسبوها على مدار 3 سنوات الآن تداس بالأقدام نتيجة مثل هذه العمليات. طيب سيادة اللواء، يعني كان في اغتيالات سابقة ومحاولات لاغتيالات لعدد من الوزراء وتحديدا وزراء الداخلية، بس كان بيكون بإطلاق الرصاص مثلا. ما حدث اليوم وإن كان حتى هذه اللحظة يعني لم يعلن عن طريقة تنفيذ هذا الحادث، هل في إحساس باختراق المنظومة الأمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أوضح للسادة المشاهدين أن ما حدث اليوم هو عمل إرهابي جبان، لن يؤثر على قيام الدولة بسيادتها. الدولة ستنفذ سياستها بالكامل مهما كانت التضحيات. وأن أجهزة الشرطية في ذات الوقت تقوم بفحص هذا الموضوع في على جامك على كافة المستويات، مستوى الأمني، جنائي، شوف إزاي تمت هذه العملية وإزاي تمت أفعالها ومن منفذينها، وإن شاء الله في القريب العاجل سيعلن عن من قام بتنفيذ هذه العملية أو ساعد فيها أو حرض عليها. لأن جميع الأجهزة الأمنية أخذت من فترة التسعينات كيفية التعامل مع الإرهاب، كيفية التعامل مع هذه الحالات. قد سبق التعامل، سبق السيد وزير الداخلية حسن الألفي تعرض لمحاولة اغتيال ممثلة عن طريق موتوسيكل في شارع الشيخ ريحان. بعدك تعرض المرحوم زكي بدر في هذه المحاولة برضه، النبوي إسماعيل، النبوي إسماعيل كان بإطلاق النار، لكن أحمد رشدي دي إطلاق لكن النبوي تعرض لاغتيال من السلطة. الرئيس زكي بدر تعرض لمحاولة ضرب المفرقعات برضك أسفل كوبري فردوس برضك وعربية نفس الهم. فعاوز اقول لحضرتك يعني دي قضايا من القضايا الجنائيه في المقام الاول، لكن لها بعد سياسي ولا بد من الوصول الى مرتكبيه، لان الدوله عازمه على ابراز سيادتها بالكامل على كافه المستويات. وان مصر وان كانت مستهدفه داخليا وخارجيا الا ان شاء الله سيتم من الله سيحفظ مصر من كل سوء يحيك بها. وحضرتك يعني بترجح انه الحادثه دي يعني تمت ازاي؟ يعني في حديث عن انه القنبله كانت مزروعه، وان كان انا يعني فندم يعني كلمه مزروعه في حد ذاتها عايز لها شرح. يعني دائما يا فندم الحوادث ديت من خلال المعاينات اللي بيقوم بها فريق البحث في الموضوع ده، خبراء المفرقعات وخبراء البحث الجنائي، بيشوف مركز الانفجار فين، وكان فكانت موضوعه كانت موضوعه في سياره في 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 شنطة سيارة. طب الانفجار ده قد قوته قد ايه، والاثار وصلت قد ايه، قوة الانفجارية ازاي، تركيبها مكون ازاي، يعني هي موضوع في بحث كثير عشان نعرف من وراء هذه القنبلة. طيب هرجع واسأل، القنبلة المزروعة بمعنى انه يعني في شخص اخد وقت طويل علشان يسيب القنبلة في هذا المكان؟ المنع فن دي حاجات كلها. ايوه انا عايزة مفهومها. أي المفهوم بتاعها ان هو ازاي كيف يرتكب الجريمه، كويس، كيف ينفذ لها، كويس. فهو طبعا هو يعني مش الوقت في الاعداد، دي مفجره عن بعد، يعني دي مفجره عن بعد. فطبعا ديت دي حاجات كلها العلم تقدم فيها جدا، يعني العلم تقدم فيها، يعني مش زرع يقعد ساعه، لا ده يعني حسب حجم العبوه. وطبعا انا مش عاوز اسبق الاحداث، ان دي الكلام ده كله يترك للمتخصصين في المتفجرات عشان يحددوا قوه التفجيريه بتاعتها ازاي، وازاي حدد ازاي، وايه الماده المستخدمه فيها، هل ماده بدائيه، مواد بدائيه، ولا ماده متقدمه. يعني دي كلها حاجات قابله للبحث
بخبران الفرقات بيعملوها. طب والخسائر الموجوده اللي طلعت طلعت ازاي؟ اذا القوه التفجيريه يعني عايز اقول ان هي موضوع علمي يعني جاري البحث فيه حاليا للوصول الى دلائل من وراء هذا الحادث. دكتور عمار حضرتك قلت لي انا مش مستغرب وكتبت قبل كده انه يعني هيحصل مثل هذا المشهد اللي احنا عايشينه النهارده، هل يعني في علاقه ما بين مشهد النهارده الصبح وقضيه الخليه النائمه في مدينه نصر؟ لا، هي لها علاقه بالمشهد كله وتطوراته. نحن سمعنا تهديدات واضحه عقب 30/6 وعقب اطلاق خريطه المستقبل في 3/7 عن حرق مصر وعن سيارات مفخخه وعن ارهاب دموي يطال الجميع وعن تهديد لرجال السلطه بالاغتيال والتصفيه، سمعناه وعرفناه. وقياسا على ما جرى في الماضي، موجات الارهاب التي قلت لك عليها التي ارتكبها الاخوان في الاربعينيات وقتل احمد ماهر والنقراشي والخزندار ومحاوله اغتيال الرئيس عبد الناصر في المنشيه في 54، خلية 65 التي كان من بينها مرشد الجماعة الحالي الدكتور محمد بديع، وفي فترة حديث الإخوان عن أنهم قد أقلعوا عن العنف وعادوا إلى التهدئة اللي هي الفترة اللي تراوحت من 65 حتى ثورة يناير. في رواية كما قلت لك لنبيل نعيم، وهذا كان زعيم الجهاد في يتحدث على أن الإخوان تورطوا في تمويل عمليات إرهابية من السرية من خلال بعض قيادتهم أو رموزهم الموجودين في أوروبا بالسفر مباشرة إلى أفغانستان ومحاولة التجنيد. هذه الرواية أنا كتبتها ونسبتها إلى نبيل نعيم وقلت إن صحت فهي تدل على أن الإخوان لم يقلعوا عن العنف، لكن هم ارتكبوه بالوكالة، بمعنى ان جماعات اخرى نيابة عنهم قامت بذلك. بعد ثورة يناير كثير مما جرى في الشارع المصري بات ينظر اليه الان بدقة لدى البعض، قد يكون الاخوان لهم دور فيه، بل اقول لك الادهى من ذلك. يعني دائما في الدراسات التي تتحدث عن المستقبل أو التنبؤ بالمستقبل لابد من قراءة التاريخ جيدا. الآن مسلسل حرق مصر الذي تم عقب فض اعتصام ربعة والنهضة جعل البعض وأنا واحد منهم أن يعيد النظر كمان في نسب حادثة حرق القاهرة في يناير 52، لأن حتى الآن لم يعرف من الجاني في هذه الحادثة. قضية حرق لأن كما أن قراءة التاريخ مهمة في معرفة الماضي المستقبل، أحيانا بعض الأشياء التي تحدث في الحاضر قد تفسر لنا ما حدث في الماضي غامضة ونسبت إلى مجهول في الماضي. زي وأنا أضرب لك مثل بذلك، يعني مثلا موضوع الحادثة الشهيرة اللي هزت مصر كلها وكانت بالتوازي مع ثورة 19 اللي هي رايه وسكينه، معروف اللي كتب عنها الاستاذ صلاح عيسى كتابه الشهير. فهذه الحادثه التي هزت مصر كان كل الحوادث السابقه تقيد ضد مجهول. لما وقعت العصابه عرف الناس من الجاني او من المسؤول عن هذه الحادثه. كثير من الحوادث التي تبدو غامضه زي حادثه السفاح مثلا اللي كان كتب عنها الاستاذ نجيب محفوظ روايته اللص والكلاب. فايضا انت بتري جرائم تنسب الى شخص وقد لا يكون هذا في جرائم حصلت الثلاث سنين اللي فاتوا دول، في جرائم قدرت تقرا مين المسؤول عنها؟ ربما يكون التنظيم الخاص لجماعه الاخوان له يد في ذلك. ومن هنا انا اقول ان اللي بيجري الان في مصر لا علاقه له بحوادث فرديه صغيره، انما هو له علاقه بخيارات جماعه الاخوان بعد اسقاطها عن السلطه. الخيار الاول كما قلت لك كان تصحيح الافكار والادوار ومواجهه الدوله، ومواجهه الدوله كان ليه وجهين، وجه الحشد الكبير من خلال خطاب يتحدث عن استعاده الثوره المسروقه وعن الشرعيه وعن الضحايا الذين سقطوا بايدي الشرطه والجيش
وعن الجيش والشرطة اللذان يقتلان. هذه الروايات وهذه الصورة التي سوقوها لم تنطلي على الناس، فلم يحدث حشد كبير كما تصوروا. ورأينا الجمعة الفائتة كانت خاوية، والجمعة التي سبقتها كانت أقل من الجمعة، الجمعة التي أسموها جمعة الحشد أو الصعرة أو التضحية أو الحسم ومن ثم هو ليس أمامه غير خير ثالث. الخير الثالث اللي هو بيتحدث عن الدخول في عمليات نوعية ضد الدولة وضد المسؤولين وضد بعض المتعاطفين مع مسار ثلاثة. الورقة الأخيرة. دي الورقة الأخيرة. جماعة الإخوان قد تقول لم نرتكب وتدين. وطلعت بيان فعلا. وطلعت بيان. كالعادة كما كان يحدث في الثمانينات والتسعينات. وما تعرفش مين اللي عمل كده. في توفير لغطاء سياسي حتى الآن، لأن أنت حتى هذه اللحظة لا تريد أن تتعاون بجدية مع ما جرى، يعني مع إرادة الشعب التي أقرت ما هو موجود. وبناء على ثورة 30 يونيو حصل إفراز للسلطة وحدث إعادة نظر في الدستور، وأنت جربت يعني يوم 3/7 قلت أن الشعب منقسم بين هذا وذاك، جربت على مدار أسابيع وأردت أن تستدعي الشعب ليكون معك كما راهنت، فلم يحدث هذا. ومن ثم عليك، الشعب لن يذهب إلى الإخوان، مصر لا تذهب إلى أحد، هم الذين يجب أن يعودوا إلى الشعب. يعني وما يجري الآن حتى لو لهفترض جدلا ومن الناحية العلمية البحتة وأيضا من ناحية العدل والإنصاف، لأن حتى الآن لا نعرف المسؤول مباشرة عن هذا الحادث. نعم، سأقول إن جماعة الإخوان لم ترتكب حادث محاولة زي ما قالوا في البيان اللي أصدروه. نعم، لكن هي بموقفها الحالي توفر غطاء سياسي لكل العمليات التي ترتكب من الآن فصاعدا، وهتدفع جزء كبير جدا من هذا الثمن مهما أدانت بشكل شفاهي، لأنها لم تأخذ موقفا سياسيا قاطعا عن ومختلفا عما جرى يجعلنا نقول أن هذه الإدانة إدانة حقيقية وأن هذا الإرهاب هي ليست طيب. خلينا نشوف التقرير اللي جاي، التقرير عن المصابين اللي نقلوا من شارع مصطفى النحاس، المصابين اللي كانوا نتيجة هذا الحادث الغاشم في صباح اليوم ونقلوا إلى مستشفى الشرطة. أنوه قبل إذاعة التقرير أنه في مشاهد قاسية في هذا التقرير. نقيب أحمد إحسان طعم حراسة السيد الوزير، كنا خارجين من مقر بيت السيد الوزير في طريقنا من الوزارة، واحنا في شارع مصطفى النحاس في ملف كده، خدنا الملف طبعا السيارة بتبقى بتهدي، ملف طبيعي جدا ان المكان بيجبرك على التهدية. اول ما خدنا الملف حصل انفجار، بس الحمد لله ان احنا السيد الوزير بخير ونطعم حراسة بالكامل بخير، اصابات بسيطة زي ما حضرتك شايف كده، بس الحمد لله عشان ربنا حمينا، ربنا معانا واحنا على حق دايما، فربنا محافظ علينا. لا اصابتي دي ممكن تسال فيها دكتور، بس انا مش فيها، انا مش شايف، انا لحد دلوقتي شفت وشي في المرايه، بس الحمد لله سمعنا. يعني انا عن نفسي سمعت في المستشفى اللي بيقولوا حصل اطلاق نار وحصل تبادل اطلاق نار، هم اصلا اجمل بكتير من ان هو يواجه، ان هو ما عندوش القدره ولا في ايمان في قلبه زي ما هم متخيلين ان هو يقعد يواجهك ويقف لك وش الوش، لا لا لا، هو يرمي حاجه ويجري، ما يقدرش يواجهك. الحق دايما هو ربنا بينصره، ربنا حامي البلد دي الحمد لله. قاسم شريف سيد على الجيت، الحمد لله اصابه خفيفه كده في وجهي، بس مش عارف بصراحه. احنا كنا متحركين بالركاب وطالعين على شارع مصطفى النحاس، باين انفجار شديد بس ما نعرفش من ايه وفي ايه، مش عارف، بس الحمد لله هي بسيطه. الحمد لله الحمد لله كلنا كويس الحمد لله. لا لا لا، ما كانش فيه تبادل معانا، هو احنا سمعنا صوت الانفجار ده بس، واخلينا بالبيش عندنا وكلنا اخلينا ومشينا من المكان الحمد لله، ما كانش فيه تبادل بيننا وبين اي حد اطلبنا، بس انا ربنا يخليك ربنا يخليك. شك حسن، انت كنت بتعمل ايه يا حسن في موقع الحادث؟ انا قاعد في الكشك بتاعي. انت في الكشك بتاعك؟ الكشك بتاعي على جنب ناصيه بيت الوزير. يعني اللي حصل، كنت انا قاعد في الكشك ابن اختي واقف بيبيع للزبائن، وانا كنت لسه صاحي من النوم قاعد تحت رجليه في الكشك، وقمت قبل الميعاد طلعت الوزير كده بشويه. طبعا احنا بصينا كانت في عربيه واقفه ناحيه العماره اللي حصل تحتها الانفجار،
بس احنا حطينا في دماغنا، واللي قاعد فيها واحد لابس لبس طيران وكاب ونظارة، في دماغنا احنا الشرطة بتأمن المكان مش اي حاجة. فطبعا طلعت وزير الداخلية، يلا بس عربية وزير الداخلية وصلت اقصاد المكان ده، وراح حصل انفجار. ما لقيناش بقى غير انفجارات حصلت في الشارع، وعربيتين او ثلاثة من عربيات وزير الداخلية برضو انفجروا، وناس كتيرة ماتت وناس كتيرة اصابت. من شرطة محمد عزيز خليفة. تقدر يا محمد تقول لنا ايه اللي حصل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني كل اللي انا فاكره اللي كان في عربية واقف فيها واحد بتاع جيش لابس جيش، وبلغنا عليه شكلنا فيه ساعتك. بعد كده لما كده ببص ناحية عيد وقت رجع بص تاني بشوف السيكتور بتاعي، فبقيت بالتصادم ده حضرتك. الحمد لله رب، قدر الله وشاء فعل. السلام عليكم. الله يخليك يا اخي، الله يخليك يا فندم. الناس اللي فاكره ان الشرطه مجرمين وقتالين، والله ما بننام عشان خاطرنا. ومين المجرم؟ بيقتل نفسه عشان غيره، وما يعرفش كان اخوه ولا غيره. قال لي صح، فبفجر كده. طب انت تموت غيرك وقاطع رجل طفل؟ شكرين يا عم، كان انت ده دينك، ربنا يعينك على اللي انت فيه. الحمد لله يا فندم، الحمد لله، الحمد لله يا فندم، متشكرين جدا، وربنا يحمي مصر. واحنا فدا مصر، والله فدا مصر، والله فدا مصر يا فندم. ما كلام ولا شعر ولا كلام. احنا بنعمل دوت تحكي يعني طبقنينا عشان انتم موجودين، طول ما انتم موجودين الحمد لله. والله يا فندم الحمد ربنا، بس احنا بنعمل اللي علينا والله. والله عندنا وطنية أكتر من أي حد. مش شرط نتجمع علشان نقول إحنا وطنيين والكلام ده. والله ما شرط. الناس عارفة وشايفة بعينيها. الحمد لله. إحنا ما يهمناش. الحمد لله يا باشا. الحمد لله يا ربنا يحمي زمايلي. وقدر الله ما شاء فعل. شاكرين يا فندم. شاكرين. صلاح الدين محمود حسن وال، مساعد صلاح الدين محمود حسن وال. في وحدة مباحث اسم أول مدينة نصر. وكنت في الوقت ده يعني واقف خدمة عند الوزير على المقر بتاعه، وبقالي 6 شهور ولا 7 شهور من ساعة السيد الوزير ما مسك، واحنا واقفين خدمة هناك كده. السيد الوزير طالع بالركاب بتاعه ورايح شغله، وانا بوقف الاشارة عشان يعدي. بصيت لقيت الانفجار حصل، راح مطير رجلي وتعورت في دماغي، انا ما داريتش باي حاجة. ونحمد ربنا على هذا الحال، ان انا واقف شايف شغلي والخونة عملوا فينا كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بيحاربوا الاسلام، ناس بتحارب الاسلام، ناس ما عندهاش ايمان ولا ذمة ولا ضمير، مش عارف. نحمدك ونشكر فضلك يا رب، مش هاخد اكتر من نصيب. مدة دي يا استاذ. الحمد لله على سلامة كل رجل أمن، كل مواطن خرج من الحادث الغاشم اللي حصل النهاردة. ربنا يحفظ الشعب المصري، ربنا يحفظ مصر من كل ما يحاك لها. مصر باقية بقاء الزمان، مهما حاول أي إرهابي أنه يعبث في أمنها أو يعبث في استقرارها أو يشيع فيها الفوضى، ربنا مقدر لها أنها تعيش في أمن وفي سلام. لواء أسامة الطويل، كان لحضرتك تعقيب على المشاهد اللي جاءت في التقرير أثناء إذاعته. والله طبعا أنا ما يعني بداية أن أنا أتقدم أدعو الله سبحانه وتعالى أن بسرعة الشفاء لأبنائي الضباط وأخواتنا الأفراد، ويبقى سرعة الشفاء لمصابين المدنيين. وعاوز اقول ان الشعب المصري، صوره الطفل كانت صورته اثناء التقرير، يعني هذا العمل الجبان، جميع هذا العمل الارهابي الجبان هو بيقصد به نحن متواجدين على الارض، نحن متواجدين على الارض، احنا ممكن نعمل اي حاجه وفي اي وقت. لكن عاوز اقول الشعب المصري البطل يساند رجال الشرطه ويساند رجال الجيش في هذه الملحمه، ولذلك سيتم التغلب إن شاء الله على هذه الفئة في أسرع وقت عندما يتعاون الشعب بكل فئاته في الإبلاغ عن أي أجسام غريبة، عن أي
أشخاص غرباء في المنطقة لسرعة فحصها لكي نحد من هذا العمل الجبان. وعاوز برضك أقول أن الشرطة في الخلال، أنا كنت واحد من الناس اللي بشارك في مكافعة الإرهاب في التسعينيات في محافظة المنيا، الشرطة أخذت من هذه الأحداث الكثيرة وكانوا بيعملوا عدد نفس المنهاج برضك، إلا أن في الفترة الحالية أن في عدو خارجي مستهدف مصر مع الرهاب الداخلية، لكن في النهاية سينتصر بإذن الله وتفرض سيادة الدولة على الجميع، وكل من أتى بهذا العمل الجبان سيتم ضبطه إن آجلا وإن عاجلا. وأنا عندها ثقة كبيرة في الله سبحانه وتعالى وفي جميع السادة الضباط القائمين على البحث على سرعة التوصل والجناء لكي يطمئن الشعب المصري أن الشرطة بفضل الله قوية برجالها وخبرائها. الطريقة دي حضرتك شايف أنها جديدة؟ رجل ولا حاجة فندم، حصلت يعني عادي يعني دي حاجة عادية، ممكن أي واحد يحط يعني حسام ناسف واحد يعمل قنبلة، يعني دي حاجة أنا سايبها للخبراء عشان يوضحوها، لسه في القضية لها خيوط، لكن هي لابد من الوصول الى الفاعل. يعني النهارده الشعب المصري حريص على ان اجهزه الدوله تصل الى الفاعل، وان شاء الله في غضون هذا الاسبوع سيتم يعني ضبط الفاعل، لان الله سبحانه وتعالى بيبارك العمل الذي تقوم برجال الشرطه، وهذا العمل تلك الحفنه القاسمه للرد على النجاحات الامنيه السابقة في ضبط قيادات الإخوان وفي ضبط العناصر الإرهابية في سيناء، فهو ده معمول يعني كنوع حبار من يعني رد الفعل للعمليات الناجحة الأمنية. طب دكتور عمار، يعني حضرتك من قراءتك كده للمشاهد دي، هل في عناصر دخلت مصر؟ شوفي أقول لك حاجة، أولا انا يعني في اربع احتمالات. طبعا الاحتمال الاول اللي هو مرتبط بالسياق السياسي وغطاء جماعة الاخوان بشكل مباشر من خلال تعاونها مع هذه التنظيمات اللي بعضها كان موجود في مظاهراتهم الاخيرة سواء في ربعة او امام جامع الفتح بشكل واضح ورفعت اعلام القاعدة. الاحتمال الثاني وهو اللي انا كتبت عنه دراسة عن التنظيمات الهامشية او النووية اللي كانت موجودة في مصر ووصلت أكثر من 70 تنظيم في الثمانينات والتسعينات، وهي كان عندك تنظيمات رئيسية الإخوان الجماعة الإسلامية الجهاد، وعندك على ضفاف هذه التنظيمات الثلاثة في تنظيمات صغيرة جدا مثلا زي تنظيم أحمد يوسف في بني سويف وده اللي موجود الآن وارتكب أعمال عنف عقب إسقاط مرسي، أو جهاد الساحل في منطقة الساحل، أو مجموعة الواثقين من النصر، أو مجموعة الهرم، أو الشوقيين في الفيوم، وهكذا. كان عندنا أكثر من 70 تنظيم. التنظيمات الصغيرة دي وتنظيم السمني والسماوي وخلافه كمان، دي تنظيمات أكبر من بعض الخلايا الصغيرة اللي كان بيبقى خلية ليس لها ارتباط بجسم جماعات كبرى، وبالتالي كان ده بيصعب مهمة أجهزة الأمن في القبض عليها. لم يكن لها يعني أدبيات فكرية موجودة في السوق عشان نقدر نحكم عليها من خلالها، أن ضابط الأمن أو المحقق الذي قرأ هذه الأدبيات يستطيع أن يصنف الشخص هو جهاد ولا جماعة إسلامية ولا إخوان ولا شوقيين وهكذا. وكانت أحيانا بتقوم لعمل أو الارتكاب عمل إرهابي محدد وبعد ما ترتكبه تنفض الجماعة فلا تستطيع أن تحصل عليه، يعني هم بيلتقوا حوالين هدف واحد. وعلى فكرة هذا لم يتوقف في مصر حتى بعد المراجعات، يعني سنة 2002 حصل أكثر من أربع حوادث إرهابية في ميدان عبد المنعم رياض وعلى كوبري السيدة عائشة وهكذا. عادت هذه التنظيمات الصغيرة اللي كان فيها منتقبات لو أنت فاكرة، وفي سيناء نفسها 2005 و2006 و2007 تباعا طاب شرم الشيخ دهب، يعني تنظيم التوحيد والجهاد اللي كان موجود في سيناء فقط، يعني تنظيم موجود في شبه جزيرة سيناء وهو تنظيم محلي. ومن ثم ده احتمال ان تكون بعض التنظيمات الصغيرة اللي بتعتبر اسقاط مرسي هو اسقاط للإسلام والتي تريد ان تنتقم من المجتمع ومن الدولة. الاحتمال الرابع اللي بيتكلم على
تنظيم القاعدة وإمكاناته. يعني احنا شفنا بعد ثورة يناير والفوضى الأمنية التي كانت موجودة وكسر جهاز الشرطة، بعد ذلك ان جهاز الشرطة طبعا ارتكب أخطاء جسيمة أيام مبارك في انه تحول من جهاز لخدمة المجتمع الى جهاز لخدمة الحكم، وده كان خطأ كبير، ونتمنى ان الشرطة لا تعود اليه ابدا ويتصرف رجل الشرطة كرجل قانون. دخلت هذه الجماعات والتنظيمات، وجدنا تأثيرها وجودها في سيناء، وجدنا بعضها في الواقعة اللي في العباسية لاقتحام وزارة الدفاع في ابريل 2012. الاحتمال الرابع اللي بيقول عليه الست اللي هو هي ممكن تكون اجهزه استخبارات اقليميه. بس في اعلام سودا يا فندم، هرجع بس للاحتمال قبل اللي حضرتك قلت. يعني شفنا اعلام سودا في الشارع المصري، اعلام القاعده فوق سطح العماره اللي كان فيه هم بيزعموا ان هذا العلم رموا فيها الطفل. هذا العلم هو علم الرسول عليه الصلاه والسلام في حروب او في غزوات، هم بيسموها غزوات رغم انها حروب دفاعيه عادله لم تكن غزوات بمعنى هجوم على الاخر ولا اعتداء، والقران ايات واضحه في ذلك. هم بيدعوا ان هذا هو علم الدوله العباسيه التي رفعته في وجه الامويه، وكل ادعى، لان ما حدش احنا ما عندناش يعني كلام قاطع تاريخيا في الروايات التاريخيه بشكل قاطع يقول ان هذا هو علم. هم بيدعوا انه ده علم الرسول، علم اسود زي اعماله الرسول، يعني اختار علم اسود يعني. طيب هو جاء برحمه للعالمين. طيب دكتور عمار، كمان يعني قبل ما نسيب النقطه دي، كان في خبر يمكن حضرتك اكيد يعني عندك علم بيه، بانه في احدى الوكالات كتبت عن رمزي موافي طبيب بن لادن انه ادخل عدد من العناصر الارهابيه لسيناء. طبعا ده سيناء في عناصر ارهابيه جت من شمال افريقيا بعد انهيار النظام في ليبيا، وبتتحرك بشكل حر الى حد ما. يمكن الامور ضبطت الان، وفي حديث حتى من قبل السلطات الليبيه عن التعاون مع السلطات المصريه لضبط الحدود، لان انت عندك الجماعه السلفيه للدعوه والقتال اللي موجوده في جنوب الجزائر، اللي بيعلنوا ما يسمى بتنظيم القاعده في بلاد المغرب العربي، سموها بلاد المغرب الاسلامي، اللي هو موجود لحد النيجر، والحد اللي قطع جزء من مالي واعلنوا دوله واسقطوا الجيش المالي ومعه الجيش الفرنسي، واللي بيسيح في الارض تشاد وليبيا وصولا الى سيناء، لان سيناء بالنسبه لهم تعتبر يعني مكان استراتيجي مهم، سواء لضرب الممر الملاحي المهم في قناه السويس او لتنفيذ اي عمليات ضد اسرائيل ان ارادوا، فان او للعبور الى شبه الجزيره العربيه حيث السعوديه، او الوصول الى اليمن جبالها بيستعصم فيه عدد كبير جدا من هذه القوى. فانت عندك سيناء طبعا دخل فيها عناصر كثيرة جدا في هذه الفترة، سواء جاءت من شمال افريقيا او جاءت من جزيرة العرب، بل اقول لك ان بعض الاوروبيين الذين دخلوا السلفية الجهادية من خاصة من المانيا موجودين في سيناء ايضا. طيب سيادة اللواء، اذا ما كانت هي سيارة مفخخة، يعني ايه دلالة المشهد في الوقت ده؟ زي ما حضرتك قلتي، هذا الحادث، أي حادث بمثل هذه الصورة بيقوم الخبراء في كافة مجالات الأمن الشرطية كل في اختصاصه لتكوين رؤية بالواقع. يعني ما ممكن أقول النهاردة اللي يعني عاوز أقول إن يعني اللي أيوة واضح في تفكير معين في يعني النهاردة مفترض أنا إذا ما كانت هي مفخخة بقى هل يعني يا فندم المفخخة دي أسهل حاجة مش صعبة. يعني هات لي النهارده واحد فخخ عربيه وحاول يضربها في توقيت معين بالريموت، ممكن على فكره فخخه مش في مكان الحادث، يعني مش في مكان الحادث. انت معتقد ان يعني في مكان الحادث واحد اشتغل؟ لا انا بطرح لحضرتك يعني انا عاوز اقول عليك ايه اللي اتقال من اول ما الحادث يا فندم. هو يعني انا باعتبار خبير امني بدك المفروض ان انا اتكلم الكلام العلمي. هي الداخليه لحد دلوقتي ما حسمتش، هي قالت ده فانا بطرح هي قالت. لا ما هو فرض النهارده اي ناس، انا لو انا كراجل مدير عندي حس زي ديت، بينزل الضباط البحث، بينزل خبراء المفرقعات، بينزل كل الاجهزه المعنيه في فحص هذا الموضوع.
لازم يتم المعاينة لكل أثر من الآثار اللي بيتم ضبطها في المكان، إذا كان مثلا أشلاء بشرية، طلقات معينة، قوة تفجيرية، بيتم تكوين الصورة بالكامل بمكان الحادث. طب ودلوقتي كيف ارتكب الحادث؟ يعني هاتي النهاردة، يعني عشان النهاردة الكلام ده يتم الإعلان عنه، لازم كل طرف من الأطراف اللي نزلت المعاينة توضح صورة لكيفية وقوع الحادث، إلى أن تتم تكوين صورة نهائية بالمعطيات الموجودة في مكان الحادث. ليه؟ لأن الحادث ده طبعا يعتبر يعني حدث، طبعا حادث عاوز يفحص بجدية، لأنه لابد أن يفحص على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي والمستوى الدولي، إن مصر مستهدفة من الخارج، لابد أن احنا نحدد الجهة اللي هي وراء هذا. هذا لو هو النسيفة الموجودة، أي مكوناتها؟ هل هي عادات التكوين؟ هل هي مواد بدائية؟ هل هي عناصر مركبة؟ يعني كل ده كلام، بكل حاجة من الحاجات دي بيشير إلى حدث لابد أن أنا أتجه إليه. هذا لو كانت صدور التكنولوجيا عالية في هذا الموضوع، يبقى جات منين؟ إذا جات تكنولوجيا بدائية يبقى منين؟ من اللي وراها؟ كل حاجة من هذه الأفعال وراها فريق يشتغل فيها. فلا بد عشان ده كل حاجه بتشير الى اللازم والشبه فيهم، لان هتم مداهمات امنيه لكل من دخل وشارك في هذا الموضوع، عشان نصل في الاخر لابد من تقديم المتهمين في هذا الحدث للراي العام، على ان الاجهزه الامنيه بفضل الله لها من القوه والسيطره على البلد، ولن تضعف امام هؤلاء الحفنه مهما كانوا موجودين. تنشيط المنطقه بالكامل وبيتم التحقيق مثلا مع لازم يتم موجودة سياس أصحاب الكشاك، كل من تواجد في مكان الحادث قبلها بيوم، كل من يتواجد في مكان الحادث قبلها بيوم أو يومين، وسبب تواجده إيه، من اللي هذا، يعني بتم يعني كل الأجهزة البحثية بتشتغل، من العناصر الشؤون المفروشة الموجودة، من قناتيها، من العناصر، يعني بيبدأ كل فريق من فرق البحث بيقوم بتغطية نقطة معينة، لأن الحدث في واحد دخل مكان الحادث، واحد دخل هذه المنطقة ارتكب جريمة، كيف دخل وكيف ارتكب الجريمة؟ هي ديت مهمة فريق البحث، ارتكبها بإيه، بوسيلة كذا، إيه المواد المستخدمة كذا، المواد جاية منين، جاية من كذا، مين اللي بيمولها، مولها كذا، مين اللي وراها كذا، يعني كل حاجة بخطوات بأسلوب علمي، يعني لأن كل ما وجد في المعاينة لابد أن يشير إلى متهم. طيب إذا كانت الجماعة نفت علاقتها بالحادث في بيان أصدرته، وقالت إنها حزينة على الدماء اللي أسيلت صباح اليوم، وقالت إنه أي تفجيرات تؤدي إلى إراقة دماء هذا شيء لا يصح شرعا، وإنه ده هيفتح صراع دموي بين أبناء الوطن الواحد، فالحقيقة ما يطلق عليه ويسمى بتحالف دعم الشرعية اللي هو كل يومين بيطلع دعوة لمليونيات ودعوة إلى حشد ودعوة لجمعة، جمعة الشهيد، جمعة الحسم، الأسماء الكتير قوي اللي بيطلعوها دي، الحقيقة أنه يعني بيكونوا سريعين جدا في أنهم يخرجوا البيانات دي اللي خاصة بالمليونيات واللي بتدين اللي حصل في المليونيات. ما سمعناش منهم أي بيان لحد هذه اللحظة، وإحنا خلاص أهو في آخر النهار على الحادث الغاشم اللي صورة الطفل البريء اللي قدامنا كانت نتيجته بوتر ساقه وبوتر ساق شخص آخر أمين شرطة مرور بيعمل في المرور، وإصابات كتيرة زي ما احنا شفناها ووجوه مشوهة، كل ده باسم مش عايز أقول الشرعية. لحد دلوقتي احنا بنتعامل مع هذا الحادث على أنه من ارتكبه متهم، وأكيد التحقيقات هي الضامن النهائي وهي اللي هتقول الكلمة الأخيرة. دكتور عمار، حضرتك قلت في سياق كلامك أن المجتمع خلاص لفظ هذه الجماعة بهذه الأعمال، النقطة المحورية في تاريخهم مع المجتمع وتاريخ الأعمال الإرهابية مع المجتمع كانت في حادثة المقريزي، يعني احنا شعب طبعا عاطفي جدا، الطفلة شيماء اللي ما حدش طبعا في المجتمع نسيها لحد النهارده، ويمكن كل ما الحوادث دي بتتكرر بنفتكر الطفله شيماء ومدرسه المقريزي. ليه؟ لان هو قبل الطفله شيماء كان في، ما انا هقول لك حاجه، لما اتقتل شعبان، مش عارف ايه اسمه، شعبان ايه، في 86 في اسيوط عند الجمعيه الشرعيه، وكان بيعلق يافطه ليوناد والعمر عبد الرحمن، وقتلوا مخبر من الشرطة، استوقفوا فجري فراح أطلق عليه الرصاص. أرادت الدولة وقتها
أن تقول للجماعة الإسلامية أن هذا حادث فردي وليس مقصودا من الدولة. فنقلت المصاب قبل أن يتوفاه الله بطائرة عسكرية، جابته المستشفى عسكري في المعادي، وتاني يوم بناء على نصيحة من دكتور أسامة الباز حسني مبارك استقبل أهله في القصر الجمهوري. الدولة وقتها أرادت أن هي تقول هذا حادث فردي وليست مواجهة مفتوحة مع الجماعة الإسلامية. ابتداء من 88 تغير الأمر، وكانت الجماعة حريصة في عملياتها أنها تستهدف ما تسميها رموز الدولة. كان عندنا في المنيا مثلا فترة دي موجود، فكانوا بيستهدفوا مثلا أي رمز من رموز الشرطة، حتى لو غفير نظامي، حتى لو مساعد، حتى لو عسكري، حتى لو ضابط، أيا كان. واغتالوا طبعا ثلاثة من اللواءات في اللواء الشيمي وفي الأسيوط وغيره. وأنا بقول إن في الفترة دي استهدفوا أيضا كثير من المسؤولين، وزير الداخلية حسن الألفي، صفوت الشريف وزير الإعلام، زكي بدر اللي هي جت في زكي بدر، أيضا استهدفوا قتلوا الدكتور محجوب رفعت المحجوب. قيامة كان السلطة بينها وبين المجتمع في شرخ، في مسافة، فكانت الناس لا تبالي. لما وقعت حادثة المقريزي وقتلت شيماء، الناس بدأ الرأي العام يقف ضد الإرهاب بشكل كبير. الآن هم بدأوا من الآخر، بدأوا من حيث انتهوا هنا، وده هيدينا مؤشر لحاجة، أن الجماعة التي قامت بذلك هي الجماعة التي تؤمن بما يسمى في الفقه التطرس. يعني ممكن أنا عايز أقتل وزير الداخلية الحالي، بس أجاوب فقهيا، هل لو حادثة القتل أدت إلى قتل آخرين فهل هذا مجشر عن أم آه؟ في مجموعة جاوبت على ذلك مجشر عن، فدول مرتكبين، أو المجموعات التي بدأت تكفر المجتمع كله، لأن المجتمع التف حول 3-7 ومن ذبه، ومن ثم هو بالنسبة لهم مجتمع جاهل أو كافر. طيب دكتور عمار، علشان التتر على الهواء، سؤال أخير. في دعوات لمظاهرات بكرة ومليونيات تحت اسم الانقلاب هو الإرهاب. دلوقتي كل ما حد يتمسك زي ما حضرتك متابع بيقول أنا مش من الإخوان، ليش علاقة بالإخوان، كلهم أنكروا علاقتهم بجماعة الإخوان. اللي نازل بكرة نازل يثور من أجل من؟ من أجل واحد أنكر علاقته بيه؟ لا، هو ليه بينكر أنه من جماعة الإخوان؟ ده بيؤكد اللي احنا كنا بنقوله طول الوقت، أن جماعة من 54 حلها مجلس قيادة الثورة سنة 54، وأنها حتى هذه اللحظة بتواطؤ من نظام مبارك، بتواطؤ من السادات، لأن احنا بندفع ثمن ما فعله السادات حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة بتواطؤ النظامين الجماعة موجودة على قيد الحياة الاجتماعية والسياسية. شكرا لحضرتك دكتور عمار علي حسن، اللوائي والباحث في علم الاجتماع السياسي. بشكر حضرتك اللواء أسامة الطويل الخبير الأمني. مشاهدينا بشكر حضراتكم على هذه المتابعة. غدا تغطية إخبارية جديدة لكافة الأحداث. حفظ الله مصر من كل ما يحاك لها.